بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم من الميدان. ميدان اليوم ميدان جميل رائع، يحمل الكثير من المعاني الجميلة. سنكون برفقة المسنين، وسنكون برفقة الأخت ليلى. الأخت ليلى حياك الله. هلا أخوي عبد الرؤوف، يعطيكم العافية في أعمالكم في الميدان. الله يعافيك أخوي. تم التلميح على نقطة بأن الأخصائيين على تواصل مع المسنين عبر نظام أو جليس افتراضي أو عبر أجهزة وبرامج معينة، ممكن تكلمينا عن هذا البرنامج؟ نعم، الاتصال المرئي برنامج جاء طبعا ضمن رؤية دائرة الخدمات الاجتماعية في الاستفادة من الخدمات الذكية وتفعيلها من في خدمة كبار السن في خلال هذه الظروف الاستثنائية، طبعا تفشي فيروس كورونا. فهذا الاتصال المرئي يعطي كبار السن شعور أقوى بالاتصال العادي. طبعا ممتاز. حاليا أنت موجودة في البيت صح؟ نعم، لكن أنت الآن في الميدان، أكيد ميدان العمل. نحن عرجنا على نقطة بأن هذا الاتصال يتم بدون تدخل المسن، فممكن تخبرينا عن آلية الاتصال اللي عندكم؟ نعم، الاتصال يقوم بالاتصال المرئي من خلال طبعا أهلنا العاملة المنزلية. بعطيك مثال، في منزل الوالدة فاطمة أهلنا العاملة المنزلية على كيفية استخدام هذا البرنامج، ومن ثم ساعدنا الوالدة فاطمة بالاتصال بنا في أي وقت تحب مجالستها والحديث معها. إنزين، على فرضا أن المستفيد لا يملك من المساعدات أو العمالة، فهل عندكم برنامج؟ هذا اللي أنا سمعته في المقطع الماضي، أن قالت الأخت سليمة أن هناك برنامج للتحكم بجهاز المنتسب أو المستفيد. نعم، هناك برنامج من خلال نحن نتحكم بهذا الجهاز، نساعد المنتسب في الحديث معنا ومجالستنا في أي وقت أراد. جميل، يا سلام، يعني بدون تدخل كبير السن، عليه هو فقط الجلوس أمام الشاشة وتقوم الأخصائية بالاتصال وبالتحكم بالحاسوب أو الجهاز الآخر لدى المسن ليتم التواصل بدون عناء من قبل المسن، فقط عليه الجلوس. نعم، هذه الخدمة ساعدتنا أن نكون تحت ملتزمين ضمن التوجيهات القيادة الرشيدة بالعدم الخروج والالتزام في المنزل، طبعا تفاديا لإصابة كبار السن بهذا الفيروس لا سمح الله. شو الخدمات اللي تقدم؟ يعني اطمئنان مثلا، أخصائيين اجتماعيين أنتم، شو الخدمات اللي أيضا اللي تقدم عبر هذه الوسيلة أو هذه الخدمة؟ نعم، طبعا الوسيلة هذه ساعدتنا على تحقيق التواصل مع كبار السن والاطمئنان عليهم على صحتهم النفسية والاجتماعية، تلبية احتياجاتهم من المواد الغذائية سواء والأدوية أو طبعا زيارات الدكتورة طبعا ما لم تنقطع عبر الاتصال المرئي. جميل، بما أنك حاليا في الميدان وعندك تواصل مع أحد آبائنا صح الكلام؟ نعم أكيد، الوالدة فاطمة والوالد محمد. إنزين، نحن يعني منطبقها عمليا، فأنت الآن عندك تحكم في كمبيوترهم وأظنهم هم جاهزين صح؟ نعم جاهزين. يعني خبرتيهم. إنزين، نعم. ممكن تدخليهم ويانا نسلم عليهم وناخذ دعوات منهم وبركاتهم، ونحن نترككم بروحكم ونروح وتكملوا؟ إن شاء الله أكيد. يلا. السلام عليكم أمي فاطمة. السلام عليكم. مبارك. خير وسهالة. خير حبيبتي. الله أمي فاطمة حالك. خير وسهالة. مبارك أمي. طول عمرك عطاك العافية. كم يسوى يوم نشوفك شي على الشاشة مبتسمة أنت والأسرة الكريمة؟ من طيبك، إيش حال الله يا أمي؟ والله كلهم بخير الحمد لله، نحن بخير دام أنتم بخير. الله يبارك فيك ودائما نطمن عليكم بهذه الإطلالة الجميلة، فنحن في قمة السعادة. الله يحفظكم. جزاك الله خير يا أمي فاطمة، يعطيكم العافية. الآن نترككم في الميدان، نحن كنا ضيوف عندكم في ميدانكم. يا حظك على كمية السعادة اللي تحسين فيها.
واللي تدخليها على قلوبنا وقلوب جميع المتابعين وقلوب أبائنا وأمهاتنا. ألف 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 شكر لك. شكرا أخوي. أشوفكم وأشوفكم كم ساعات يا ناس. الله يحفظكم يا رب ويبارك فيكم. الله يخليكم يا فاطمة. ما بنطول عليكم، نحن بنغادر هذه المحادثة الجميلة، لكن بنخليكم في ميدانكم متابعين الكرام بهذه الدعوات الجميلة، بهذه المناظر الجميلة، بهذه الجهود القوية. ننهي هذا اللقاء مع الأخت ليلى ومع والدتنا ووالدنا، وإلى ميدان آخر يكون لقاؤنا. في أمان الله.